فيديو من السماء من الفضاء الخارجي. امزح امزح، كيفكم يا حلوين؟ شو الاخبار؟ اليوم سوي لكم فيديو خاص لانه اجتني اغلى هدية تجيني بحياتي. هذا الفيديو بدي لكم عليهم شو اغلى هدية. يعني امبارح نزلنا فيديو وانتوا انبسطتوا، يعني مو انبسطتوا، ابسطوني بالشغلات اللي صارت، لان الفيديو كان كتير حلو وكتير قوي. بصراحة انا استمتعت بالشي اللي صار امبارح. بس اليوم قبل ما بلش بالفيديو تبعنا، كنت رايح لجيب شوية تسريبات عن البلاي ستيشن 5 وتفاجأت بشي عند الاجانب. يعني ما بعرف اذا هو مزبوط ولا لا، انا لازم اوقف مشي احسن شي. الشي اللي تفاجأت فيه اصدقائي هو التالي، اسمعوني شو اللي صار معي. اللي صار معي انه البلاي ستيشن 5 اكتشفت انه هي لسه يعني لاول مرة بالتاريخ حتهبط، حتنزل تحت الاكس بوكس. انا يعني مالي مع هذا الكلام، هل معقول تكون نهاية البلاي ستيشن اجت؟ هل معقول طمعوا قلبوا على المصاري؟ ما بعرف. اذا انتم من متابعين هدول الامور يا ريت قولوا لي بالتعليقات، لانه تفاجأت بانه الجرافيك حيكون بالاكس بوكس اقوى. كل شيء كل شيء كل شيء بيخطر على بالكم اشياء موجوده بالجهاز حتكون التعديلات اللي جايه على الاكس بوكس سابقه البلاي ستيشن. مو بس هيك، اكتشفت اكثر انه نينتندو شركه السويتش اللي هي دائما بتكون الاضعف حتفاجئ الجميع بجهاز كمان حيكون اقوى من البلاي ستيشن 5 اللي هو الناس كلها معتقده انه هو الافضل. انا ضد هذا الكلام، ما بتوقع شركه مثل سوني تروح التقدم يلي وصلته او الشيء اللي وصلت له لهذا الموضوع. بس يعني بشكل عام بتوقع انه بلاي ستيشن 5 حتضل محافظة على المرتبة الأول. أنا هيك، أنا مالي من مشجعين بلاي ستيشن، ما قولوا لي أنتوا بلاي ستيشن ولا إكس بوكس ولا سويتش ولا بس بي سي ولا جوال. بس أنا بتوقع إنه البلاي ستيشن 5 هي حتكون الأولى. ومو بس هيك، أحد التسريبات اللي سمعتها إنه بلاي ستيشن 5 يمكن قريباً، أو بلاي ستيشن بشكل عام يمكن تعمل يعني مشاركة مع شركة جديدة ما بنعرف شو هي، مثل من زماناتهم كانوا يعملوا مع شركات جديدة كثير، فيليبس مثلاً، أي شيء ممكن يكون، ويعملوا شيء جديد ليصلحوا الشيء يلي وصلوا له الوقت الحالي. ما بعرف، هذا الشيء كله معتمد على انتم شو صاير معكم وشو بتعرفوا. انا قلت لكم اللي بعرفه، بس هلا خلينا بالزبده والمهم والشيء الفظيع. الهديه هي اجمل او اغلى هديه اجت واجتني بحياتي. خلينا مع بعض نكتشف شو هي هي الهدية اللي اجتني بعيد ميلادي امبارح. يعني هلا عيد ميلادي يعتبر انتهى، انا الفجر حاليا كنت بلعب رياضة وعم صور لكم. سو الهدية هي هي. هل الهدية هي جوال؟ لا، الهدية ما للجوال، الهدية اللي بقلب الجوال. اذا اللي بقلب الجوال هو اذا بنفتح الجوال بنلاقي ما حتشوفه كتير باين معكم، بس هذا هو اخر فيديو نزلته. نزلت الفيديو لاصدقائي من اقل من حوالي 12 ساعة، اقل من هلا انا الفجر تقريبا، صافي 12 ساعة. تفاجأت بكمية التعليقات الخيالية والكبيرة يلي لقيتها بقلب الفيديو، تعليقات مرعبة وانبسطت كتير، لأنه كنت أنا ناوي فعلا ممكن إني أمحي القناة اللي شغلنا فيها، اللي وصلنا لربع المليون 9 سنين، كنت مفكر إني أمحيها، بس تعليقاتكم رفعتني وخلتني أفكر أكثر. حقرا بعض التعليقات، تفاجأت في عالم كاتبة تعليقات، اللي حبلش تعليق طويل شوي، تعليقات فيها حسبناها على البث المباشر بالليل لأنه عم نعمل بثوث على تويتش، اللي بحب يجي كل يوم بالليل بلاقينا تقريبا. وعلى السيرة كمان نحن عنا هلا صار برنامج للقناة، إذا في تفاعل هو كل يوم الساعة 6، إذا لا هو كل يوم يوم لا، أو 3 أيام 4 أيام 5 أيام حسب الهاد. بس أنتم كل يوم مشان تنبيهات، هي قصة تنبيهات، زمالك مشترك اشترك فعل التنبيهات، خلص التنبيهات يا حبيبي، بتلاقي إنه خلاص ممكن ما يجيك مرق الساعة 6، لقيت فيديو لقيت ما لقيت للستة اليوم اللي بعده. أول تعليق بيقول لك متابعك من القدماء أكثر من 6 سنوات على ما أظن يا عمر، هذا فيصل اللي أنا شايفه من عالمنا العربي كمشاهدين، أكثر نسبة مشاهدين بالسعودية ودول الخليج عمره أقل من 18 سنة، اشتراكاتهم ومتابعاتهم أكثريتهم اليوتيوبر السعودي لعدة أسباب حسب ما أنا شايفه، يمكن تكون صح يمكن تكون غلط. اليوتيوبر السعودي بالنسبة لهم أقرب من حيث اللهجة وأسلوب الحوار وأسلوب طرح الحياة، لأنه هو بنفسه الشيء
الشيء اللي عايشينه هو هو نفسه نفسه ومظبوط كلامه ممكن يكون صحيح. وضيعت انا وين وصلت. المهم انه اكثر شيء لعبه فورتنايت او حرامي السيارات. حياه الواقعيه اغلبيه المشاهدين لهذه القنوات بتاعت اشتراكات فوق المليون هم نفسهم المشتركين بقنوات اليوتيوب اللي عنده مليونات. يعني موزع هو كل ماله بتلاقي انه هو موزع. نفس المشاهدين هون وهون هيك قصده من الزبده يعني. وفي كلام حلو كمان كثير وشرح مفصل. رايي اشوف انك قدرت توصل لهالرقم 204 هذا الشيء بطولي ولك شخصيه ولك حضور ولك متابعين قدرت تجذب اغلبيه المشاهدين سوى مختلفه فوق ال 18 سنه. انا بصراحه اهنيك على هذا الانجاز. قناتك جميله وطرحك اسلوب اللعب جذاب ورائع. استمر يا عمر صدقني انت اخذت المشاهدين لوزن الف ذهب بحبك قلب خلاصهم لك. شكرا يا فيصل على هذا الكلام. وطبعا مشاهدينا هن ذهب ومشاهدين الجداد هلا ان كانت شاهدين انت اول مره برحب فيك كمشترك جديد عندنا بالقناه. وان شاء الله قولوا لي انتم شو حابين تشوفوا محتوى وانا بشوف. مثل ما قريت هالتعليقات وخلتني مبسوط من قلبي من جواتي حست فيني شعرت انه هي اغلى هديه اجتني بحياتي هالتعليقات الجميله اللي انتم بعتوها هالاشياء. مثلا حاول تغير بطريقه تعليقك باللعب او الجيم بلاي بشكل عام. يعني غالبا رده فعل بارده او طفوليه. انا طفولي لا يا شباب. لا هي القصة مو هيك بس. انا بحاول دائما اعمل الشيء اللي انا بحسه وليس الشيء اللي ممكن. يعني انا هي طريقتي او الشيء اللي انا بساويه هو خاص فيني. لما انا يكون صاير شغلة واتخيل الكابتن ماجد او اتخيل جريندايزر او لاقي هذا الشيء. هذا الشيء هو لانه انا بتخيله. ممكن الناس ما بتحبه بس ممكن على الوقت اذا انت حبيت شغلات ثانيه تصير هذا الشيء انت بتتعود عليه وانت تصير تحبه وانت تصير تساوي. وبالتالي نحن بالنهايه لازم يكون في لك بصمه باليوتيوب او بالستريم او باي مكان. وبالتالي ما تكون نسخه عن ليش العالم تتابعني اذا انا نسخه عن فلان اللي هو كبير او 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 الى اخره. بس شكرا انا بنبسط بالتعليقات حتى لو كان سلبي ما عندي مشكله. المهم انه تعليق حلو. في تعليقات كثير 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 كثير. في مثلا ناس عم يقولوا لك اخداع المشاهدين بالثمنيل كذا. لا انا ما بحب اخدع. الخدعه ما لا من الاشياء اللي انا بحب ساويها على اليوتيوب. بس احيانا ممكن اضطر اني اعمل بعض التريك الصغير بالثمنيل مشان الناس تفوت. بس ما بحب اني الناس تفوت وما تلاقي شيء. تلاقي شيء قريب من الشيء اللي انا حاطه اللي هو خدعه بالطريقه الصح. هذا هو نظام اليوتيوب ولازم نلحقه. انت انسان مجتهد وان شاء الله تحصل ثمره اجتهادك. متابع قديم لك. يعني التعليقات شوف قديش حلوه. شوف قديش في متابعين. انا كثير سعيد انه اليوم عم نزلت فيديو قريت عالم نزلت لي تعليقات. شيء مشترك من شهر, شيء مشترك بنفس اليوم اشترك, في شيء من سنة, في شيء من ثلاثة, في شيء من ستة, في شيء من سبعة, في ناس من أول المشوار من 9 سنين, في ناس من البدايات. أنا مبسوط بهذا الموضوع كثير. طبعا أكثر من تعليقات كل عام وأنت بخير. شكرا. اليوم عيد ميلادي يعتبر, أنا هلأ يعتبر خلص. بس يعني شكرا لكل اللي عايدوني بهذا الموضوع. وأنا مبسوط بهال هالكمية الكبيرة من التعليقات. بعدين بلاقي لك انه في تعليق هون بيقول لك انت تستحق دعم اكبر من هيك برأيي, ترجع العاب استراتيجية و الى اخره. بس تعليق على هذا الموضوع. نوعية اللعبة مو هي مشكلتنا الحقيقية لانه مثل ما قلت لكم من كم يوم نزلنا ببجي وما اجى عليها دعم ابدا. لما نزلنا لعبة جديدة تماما كان عليها دعم اكثر. الموضوع ماله اللعبة, الموضوع نحاول قد ما فينا نلاقي طريق بينه وبين المشاهدين مثل ما صار مبارح. نتحاور مع بعض, نقدر نوصل مع بعض لمكان انه المشاهد هلأ عم يشاهدني. انت بتضحك شايفك عم تشاهدني من الاول لهلأ ولساتك موجود بالمقطع ما تركته وطلعت. لحنا بدنا اياه انه الناس تضل بالمقطع من الاول الى الاخر وتكون مبسوطة. تحط لايك, تشترك بالقناة, تنشر المقطع لأصدقائك اذا بتحب وتعطينا رأيها. أنا اليوم بدي منكم رأيكم مثل ما أخذت مبارح رأي بموضوع اليوتيوب. اليوم بدي منكم رأي بسيط, شو بتحبوا ننزلكم؟ قناتنا صار لها برنامج جديد المحدث اللي هو كل يوم الساعة 6. إذا ما في حماس كثير بنخففه, نخفف على الأيام بس هو الساعة 6 خلص الوقت الأساسي لا نعمل فيه مقاطعنا. والله أنك أسطورة وكل عام وأنت بخير وأشياء هاي كلها جميلة وجميلة وجميلة وجميلة. وأنا عندك أيام الرابطة البلاتينية. قولوا لي هلأ بهذا المقطع أنتم من إمتى, يعني شو أول فيديو اتعرفت عليه بالقناة؟ إذا أنت اليوم جيت هي أول مرة تحضرنا يا أهلا وسهلا فيك. يا ريت اللي بيقدر يمرق المساء على البث المباشر أنا بكون مستمتع بهذا الموضوع.
بشكركم من جوات قلبي، خليتوا هالسنة تكون كثير حلوة علي. 9 سنين، بعد 3 شهور حصير 9 سنين باليوتيوب. بدنا نروح على السنة 10، ولكن بوعدكم هاي السنة بدنا نحاول سوا نعمل شيء جديد. يمكن ب9 سنين وصلنا لربع مليون، بس يمكن السنة 9 قبل ما تخلص، يعني بال2020 نوصل للمليون. كل شيء ممكن، انا اللي علي اجتهد، انا اللي يسوي علي، انتوا عليكم تكونوا صريحين معي تقولوا لي بدكم اياه، وبنحاول سوا ان شاء الله نوصل للمليون. كما كان عمر اول جنون، فيكم قريبا ان شاء الله. حتى الونجن جنون عم فكر غير هالاسم وساوي لكم شيء جديد كمان، اذا عندكم يعني شيء لتغيير اسم القناه، بس من دافع بضل الطابع ما يضل يروح الشيء، بس انه نعمل شيء غريب. شوفوا قريبا ان شاء الله، وعلى السلامه.